أؤكد لكم أن موبيليس هو مالك للنادي شبيبة القبائل، ومضاو على العقود عند النوتير، كاين إجراءات إدارية باش يخرجوا لريجيس كوميرس، وتبدا يعني العمل تاعهم مباشرة في الأيام القليلة ولا القادمة، يعني اللي ما بقاش بزاف. نظن إذا كان اليوم بعض الأشخاص حبوا يضربوا بعض الأشخاص في الفريق أو في الـ في الـ في الـ يعني دي سيبورتور ولا مانيش عارف كيفاش نسميهم أنا في تيزي وزو، هذا ماهوش مشكلتي أنايا. أنا ما عنديش مشكلة، أنا عطيت قلت باللي موبيليس يعني هذا مالك للنادي، وكاع العالم كاع الخاص والعام يعرف المسؤولين تاع النادي مصرحوا بها، يعني موبيليس مع رئيس النادي الهاوي ورئيس الشركة تاع لاجياسكا مضاو مع موبيليس عند النوتر. نظن هذه إجراءات راهي تندار باش يبداو في المهام تاع موبيليس، يعني ما لازمش الناس يصفوا حساباتهم على ظهر مدوار أو إنسان آخر. إذا كان عنده إنسان حاجة أخرى يروح يعني لهذوك الناس ويتكلم معهم، يعني على هذيك اللي بدينا نيفيتو لو ماكسيموم لي ديكلاراسيون، باسكو أنت تقول شيء وهما يأولوا.